اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بحلقه جديده ووك ثرو لدارك سولز 3. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه الماضيه قتلنا ديكونز البديل. الكويست لاين تبع انري لما بلش بالرود اوف ساكريفايسز هي هدفها انها بدها تدور على اولد ريتش ذا ديفورر اوف ذا جاردز، والمفروض انه هو مدفون بالكاتيدرال البديل، بس لما رحنا هناك اكتشفنا انه هو مش موجود هناك، واللي موجود محله ديكونز البديل، وهو تم نقل جثته، او بالاحرى انه هو انعمل له ريزوركت وانتقل على مكان تاني. فبدنا ندور على المكان التاني، فانت بمجرد ما تقتل ديكونز البديل راح تلاقيها هون، تحكي لك انه ما لقيناه هناك، في اخبار انه هو موجود بإيريثل، فبدنا نروح على إيريثل. فلازم تحكي معها هون عشان تكمل الكوست لاين. هاي اول نقطة. النقطة التانية بنحكي عن السول. هلا ميك شور انك تلفل الخمسة ليفلز وتاخد الدارك سيجلز من الام بي سي اللي تحت قبل ما تقتل بص المنطقة اللي رايحين لها. لو تيجي هون راح تلاقي ديب سول وراح تلاقي كليركس كاندلستيك. هلا هذا الويبون عبارة عن سترينغ فيث، نوت باد الويبون صراحة، بس يعني مش احسن اشي، فايتس اب تو يو. وبالنسبة هاي عبارة عن دارك ميراكل. انا زي ما حكيت قبل هيك وحكيت اكثر من مرة، انه انت eventually اذا بدك تجيب التروفي انك تجيب كل الويبونز انت راح تجيبهم كلياتهم، مجبر انك تجيبهم كلياتهم. فاذا بتلعب ميج هاي ما بنصح فيها كثير، يعني مش كثير قوية، فلو اخذتها هي مش قوية كدمج فعليا، وبتطول في الكاست تاعها. وبالنسبة ل هي مش بتطول في الكاست قد ما انه دمجها قليل مقارنة بالاف بي اللي بتستهلكه، اللي هو 6 اف بي، انت ما بتعملش دمج كتير عالي، فلا ما يعني ما اشتريها بس ما تعمل لهاش كويب. وبالنسبة للسلاح برضو ان كان استخدمه، انا من جهتي ما راح استخدم ولا واحدة فيهم، فراح استخدم السول ابلعها. أعطانا 20,000 سول، محترم لأنه ليفل أب. أوكي، about time نرفع شوي في الإنديورانس، أكيد لازم نرفع في السترينغ، كونه حكينا أنه كواليتي فلازم التنين يكون تقريبا قد بعض. الأفضل أنه دائما الدكستيريتي أعلى من السترينغ بخمسة تقريبا، هيك الأفضل. فخليهم 4 ناو، خليهم 20-20. اللي بدي اعمله، في عندي الكيف او الاكزايل جريت سورد اللي اخذته من 3 4 حلقات بدي الفله، بس عشان اقدر احمله لازم السترينج تاعتي تكون 24، فراح ارفع شوي في السترينج بعد ما اوصل انديورانس ل 20. الفاير كيبر سول احنا اخذناها من التاور اللي كنا بدنا نعمل كوست باتشز، لحد الان ما تعطيها اياها، خليها معك تعطيها اياها بعدين. هون من عندها اشتري البيربل موس كلمب، هدول راح نحتاجهم فعليا على المنطقة اللي بدنا نروحها، لأنه المنطقة كلها بويزن. أعتقد ما جبنا تايتانايت سكيل عشان نقدر نلبي الويبون، بدي تنتين معي واحدة. السلاح اللي بحكي عنه اللي هو وينه؟ شكله مش هون، شكلي ضابه في الشيست أو إيش زي. وانا اعتقد متت مرتين، فاكيد عندي ليفل اكيد. هاي المره الثالثه اللي من ليفل منه، ضايل لنا مرتين. فعشان اخذ المرتين لازم اموت 4 مرات. اوكي تقريبا خلصنا هون، بدي ابلش في الكوست لاين تبع باتشز من هاي الجهه. هذا الزلمه كان رايح فرجع احكي معه، اعطيك هيفي جيم، راح يحكي لك روح على فرون كيب. هلا بدنا نطلع فوق نشوف موضوع باتشز وناخذ الايتم اللي ما اخذناهاش في الحلقات اللي راحت. هذا المكان دائما هيك ضباب، فانه عاد استنى عليه شوي بفتح. اوكي طالع فوق، انا كنت ناسي خطوه من كويست باتشز عشان هيك ما اشتغل
لما جربته ديك المرة، انه انت المفروض شفته هو عمل فيك مقلب ونزل الاشي وقال لك روح تفاهم مع الجاينت وانت سامحته، لما تيجي تطلع هون يفترض فيه انه يسكر الباب. هاي يسكر الباب بالضبط، هذا اللي كان المفروض يصير. احنا اوريدي اخذنا اللوت اللي كان فوق هو الفاير كيبر سول، اصل المعلومات احنا اوريدي اخذنا. تنزل هون راح تلاقي الباب مسكر وراح تلاقي باتشز هناك. سوري فريند بي سام بلايس، احكي معه. اوكي ما حيفتح الباب، فبالتالي بدك تعمله بدك تيجي تركض وتنط على الاشي هذا. تأكد انه انت حاطط الاتجاه الصح عشان ما تسحل زي ما انا سحلت. اركض جمب. لا ما زبطت هاي. اه والله زبطت. اوكي برافو عليك. اوكي تاخذ فاير كيبر ارمر ست، بعدين دروب مره ثانيه. هون المفروض تاخذ الاستس رينج اللي هو هذا، احنا اوريدي اخذناه. استس رينج هذا بزيد لك كميه الهيل، فبتاخذه. هذا الباب بكون مسكر، بتيجي بتفتح الباب. هيك المفروض يصير. بس انا المره الماضيه لانه ما اشتغل كويست باتشز وكملت المكان anyway. فبتيجي بترجع هون انت معصب من اللي صار. احتمال انك تموت هون كثير كبير، فقبل ما تعملها من النطه انها ما تزبطش معك النطه، فقبل ما تعملها ميك شور انك ملفل وصار في السولز اللي معك. فبتيجي ترجع تطلع من هون راح تلاقي باتشز قاعد هون. احكي معه، راح يكون عندك تو اوبشنز، يا اما فورجيف هيم يا اما دونات. اذا دونات راح يصير هوستايل وراح تقتله، ولو ما شريت اواعي الاونيون نايت راح تاخذهم منه. بس لو قلت له فورجيف هيم راح يكون موجود هون كثير، تقدر تشتري منه اغراض. فخليه عايش، خليه عايش. هي اواعي الاونيون نايت خذهم منه اشتريهم، وبامكانك تعملهم باي وقت مو شرط هلا. لو ما معك اعتقد هو حقه 12000 سول، 12 او 15. لو ما معك حقه ارجع له بعدين. يعني كويست الاونيون نايت ما دام ما وصلت على البروفين كابيتال ما راح يخلص او ما راح يخرب فعليا. فعشان نكمل الخطوه اللي جاي بتروح على كلينزنج تشابل، بتروح على البير محل ما كان موجود ترمي له الاواعي، وهيك بنعمل بروجرس. يفضل انك تعملها هلا هاي الحركه لسبب انه زي ما حكيت لكم، بص المنطقه الجايه اللي هو الابيس ووتشرز اذا قتلته لا سوري هي ما لهاش دخل. على موضوع التلبيل يفضل تعملها قبل ما تقتل الابيس ووتشر عند عشان تجيب الاندنج تاعت اليوسيبر. تيجي هون ثرو ارمر ارمي له اياه، تحكي معه بعطيك جستشر. احكي معه كمان مرة، احكي معه كمان مرة. تقل ذات سيك no need to worry about me. هيك نكون عملنا له بروجرس، امورنا تمام. من هون بدنا نبلش بفارون كيب. فارون كيب عبارة عن منطقة مزعجة كلها بويزن، بحيرة كتير كبيرة مليانة بويزن. الموبس اللي هناك عبارة عن حارزونات في الاغلب، وفي مخلوقات مزعجة. هذا الوصف اللي ممكن اوصف لكم اياه، انها مزعجة. حاول تخلي معاك الايتم هاي اللي اشتريناها بيربل موست كلم، لانه انت حيعمل اكيد حيعمل لك بيلد اب للبويزن، فعشان تشيلها بتستخدم هاي الايتم. احنا طريقنا على الشمال، واذا شايفين في بونفايرز او في نار مولعة هاي فعليا اعتبرها الطريق اللي لازم تمشي. في طريق في روت معين مسهل فيه انا الدنيا هون، فبامكانك تمشي زي ما عم بحكي او اب تو يو. بس قبل ما نروح هناك تعال هون تاخذ بيربل موست كلم. وهلا من البونفاير طرينا زي ما حكيت التشيك بوينت تاعتنا الفايرز هذول النار المولعة. حلزونات اول اشي بتيجي هون، اوكي تاخذ الماسك. بعدين تعال اول جزيرة هون تمام،
في هناك لوت. نروح ناخذ اللوت تايتانايت شارد، نرجع الجزيرة اللي بعدها. هلا بس لو تطلع هون تتفرج على البحيرة راح تلاقي انه في شيء بالماء، احتمال كتير كبير الاشي بالماء هو عبارة عن حلزونات لانه هم بالماء. فزي ما حكيت هاي النار الثانية، لا بتروح على النار الثالثة. من النار الثالثة اول شيء بتعمله بتيجي هون تاخذ استر شارب، صرنا بويزن اتس اوكي. هذا الجسر ما عليه لوت فخليه، شيل البويزن عنه. اوكي ذاك الجسر والله هو ما عليه لوت بس انا شكيت بحالي، بدي اتاكد بس هيك القي نظره ما عليه شيء مزبوط. فالمهم على من عند الفاير هاي اللي هون بتروح عند المبنى هذاك تاخذ استر شارب، تيجي هون تاخذ تايتانايت شارب. هلا في عندك درج، في عندك لوت هنا بدك تاخذ تعمله، تاخذ اللوت بعدين ترجع تطلع الدرج. هذا في عنده انمي ولا مش هذا اللي بعده؟ اوكي تاخذ البريزن ستون، هذول بتستخدمهم ترميهم على الارض عشان ما تضيعش. ومن هون في عندك لوت هناك، في لوت هناك، هذا مش لوت فعليا، هذا عباره لا لوت الحلزوني فوق. اوكي تاخذ هاي الايتم بعدين لو تيجي لهون تاخذ البريزن او هاي اللي هي كانت نفس مبدا الجريد الجري. تمام هلا هيك المنطقه هون ما فيها لوت، تطلع هون راح نبلش نشوف الانيميز. صراحه ما عندي ادنى فكره شو اسمهم بس هدول بيعملوا بويزن اكتبهم منهم. هون راح تلاقي واحد في هداك. اوكي هلا الفكرة في المنطقة هاي في عندك ثلاثة تاورز مولعين فاير فلازم تطفيهم. لو تيجي تقرأ هون extinguish three flames، فهي اول فليم تيجي بتطفيها حيعطيك كاتسين. الكاتسين هذا راح يورجيك باب، هذا الباب في عنده ثلاث شعلات، بس تطفي هاي تفتح حديك علشان تقدر تفتح الباب اللي يوديك على البوس وتخلص المكان. فهي اول تور. طفينا اول تور راح يورجيك الباب، هاي الباب مسكر واول شغلة عنده راح تطول. فانت فعليا عشان تخلص المنطقة هاي وتطلع منها بدك تشغل ثلاثة تورتشز او تطفي ثلاثة عمدان. تمام فهي اول واحدة خلصت. لا تروح من هناك، تعال هون على اليمين تلاقي انمي هون. اوكي هون تاخذ الباين ريزن وهذا الباب اللي حكيتكم طلعوش منه عشان عنده. اوكي هاي خلصنا اول وحده. هلا الثانيه ارجع انزل هون نفس الشيء، بدنا نمشي على الفايرز ومن كل فاير من كل نار مولعه بدنا نعتبرها تشيك بوينت. هذاك الانمي المخلوق هذا صعب وبنط، واذا نط ممكن يمسكك عادي تموت منه وان شوت، فانتبهوا منه. هذا بنطك حاول لا تخليه يمسكك زي هيك، اذا مسكك بيعمل فيك هيك. مسكني مره اخرى. اوكي مزعج 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 جدا. اوكي
درج نزلنا كان هناك صح؟ صح نزلنا من هون اللي بتهيأ لي أول خلاني أخربط نزلنا من هون ما كانش فيه لوت لكن فيه لوت بس بدي أتأكد من الطريق لأني حسيت حالي ضعت تشيك بوينت وهيك وبعد أوكي لا هذا الطريق الثاني نقتل هذا الشخص ولا بنرجع هناك اوكي احنا نزلنا من هون فعليا نزلنا من هون نزلنا قتلنا هذا الشخص فبتيجي بتاخذ تايتانايت شارد وارجع هون اوكي هلا طبعا اكيد في لوت راح تشوفه هيك بالافق راح كله راح ناخده لا تقلقوا بعدين تيجي هون تاخذ هاي تايتانايت شارد يعني اللوت هذاك مثلا راح ناخده فما ما ما عليكم في الموضوع لا تقلقوا فيش اشي راح يضيع بعدين بنطلع الدرجات للمره الثانيه راح يكون في هذا الانمي بس احنا قتلناه اوريدي راح تلاقي هناك لوت وفي جنبه مخلوقات كبيره راح ناخده ليتر تطلع هون راح تلاقي التورج الثانيه او التاور الثاني اللي بدك تطفيه بس تطفيه حيطلع لك نفس الكاتسين تمام ترجع هون تاخذ الفلم تطلع من هون اعتقد يمكن في نيو جيم بلس في هون ويكون في هون رينج بكون نيو جيم بلس هون راح يكون في ايتم تمام كمل طريقك من هون في جسر في عندك ثلاثة من هدول المزعجين حاولوا لا تعملوا زيي هو فعليا في وراهم في بونفاير فاذا كنت متغلب انساك منهم روح اركض وخذ البونفاير تعال انت لو سمحت اوكي الثاني مات هاي الثالث 100% تيجي هون ورا عندك تاخذ البونفاير تعمل ريست من هون بدنا نروح نجيب الثالثة ال شو اسمه التورج الثالث فعليا هذا الباب اللي قاعد بيشتغل عنده هون ساب لي التورج الثالثة في شيء ممكن نعمله تاخذ من هون اندد بون شارد ولا شغل الثالثه بعدين نكمل الاكسبلوريشن لا انا بقول نكمل نكمل نعمل المنطقه اللي هون الحلقه الجايه بنخلص الاكسبلوريشن شغل الثالثه فالمهم من بون فاير اجينا عند الحلزونات هذول تعال عند السلم هذا الاول اوكي اطلع السلم هون راح ناخذ كمان كوفينانت وهون في تنتين ثلاثة كريستال ليزرد لا تفوت من الباب هلا هون ما في انيمز فلا تقلق تطلع هون في كريستال ليزرد اوكي تعطيك توينكلينج هلا لو تطلع هون فعليا مسهل لك حياتك عشان تعرف وين التاورز فهذاك اول واحد طفيناه هذا ثاني واحد طفيناه فالثالث هي هناك
فانت الفكره بس بدك تنزل من السلم بدك تمشي بهذاك الاتجاه عشان تطفي الثالث، فهاي يعني بوينت عشان تسهل لك حياتك شوي. لو تيجي من هون، هون هذا عبارة عن هيدن وول، تاخذ لوت اشز، وهداك الباب اللي قلت لكم لا تفوتوا منه. هلا شغل بونفاير، وهون راح تاخذ فارون كيب او كوفيننت اللي هو اسك تو جوين. بالاول تاخذ اول شيء الجستشر، بعدين تاخذ واتش دوكس اوف فارون، مش فارون كيب، كوفيننت هاد، تاخذ التروفي من هون، اطلع المصعد، اوكي، بعد درجات راح تلاقي ديمون هون. شو المفروض يغلب؟ ضلك تحت اجريه واضربه، راح يضله ينط ويحاول يفعصك طول ما انت تحت اجريه، راح يضله يعمل هاي الضربه. ممكن يحملك ويرميك عن عن التور، عن الجسر، فانتبه من هذا الموضوع. اللي هي هاي نرميني بس مش عن الجسر لو سمحت. بس تقتله تاخذ سولو ستري ديمون، تاخذ هذا السلاح اللي معه، وبتاخذ السبيل اللي هو اذا شفتوها كان عم برمي من تيم وحجار، تاخذهم من السول هاي، تلوث من عنده جريت اكس تنتين امبر، وباخر الجيم في ام بي سي لما تخلص الكوستو راح تيجي هون تاخذ الارمر تاعه. بس تقتله لا ترجع الدرج، في عنا كمان طريق، قلت لكم في ثلاثة كريستال ليزرز امي هون فعليا. خذ للاخر، لا هي من هون، مزبوط مزبوط، تعال هون، دروب هون، المصعد تاعنا هي هون تحتي بالضبط. هاي اول وحدة، حاول لا تخليها تركض لقدام عشان هديك ما تعملش تريجر وتهرب. اذا في واحدة منهم هربت اعمل ريلوج، اطلع من الجيم ورجع ادخل عليها. هاي تنتين تيجي بتاخذ لايتنينج سبير، هاي انكانتيشن كتير قوية، من هون بتاخذ الشيلد، وفوق الثالثة هناك بس في جنود فوق، فانتبهوا على الموضوع. اوكي تمشي هون للاخر، ما في لوت، ما في شيء، هذا الشيء شيء ميت، ما في عنده ولا لوت ولا حاجه.
الدرجات. طلع هون تحت، احنا ننزل من هون تحت بس بصراحة مش هيك، اذا في لوت ولا لا، بس ما في اشي على ما يبدو. اوكي هون ما في اشي، بس تفتح الباب انت فعليا راح تروح هذيك هذاك المبنى، هذاك المبنى اللي هو محل ما موجودين لابس واتشرز. دروب هون، هون كمان دروب، وهيك رجعنا على مكان الديمون. دروب دروب مصعد. لحد هون راح نوقف الحلقة. الحلقة الجاية خلص راح نخلص، احاول اخلص الاكسبلوريشن تبع المنطقة كلها، واذا كان معانا وقت راح نفوت نقتل لابس واتشر. فهذا الحكي في حالة انه كل اشي مشي زي ما انا بدي. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين اعملكم عليها ووك ثرو اكتبولي في الكومنتس، بشوفكم في الحلقة اللي جاي، سلام.